بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تركيب الدوال للسنة الثانية ثانوي رقم واحد. أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، لأنه فيديو رائع حيث نتحدث فيه عن كيفية استخراج مجموعة تعريف مركب دالتين، حيث قال عين مجموعة تعريف الدوال F و G ثم F دائرة G ثم G دائرة F في كل حالة. أعطيت لنا واحد F لـ X يساوينا X مربع زائد واحد، والجي لـ X يساوينا واحد على X. المثال الثاني F لـ X يساوينا 4X مربع ناقص 3X، وجي لـ X يساوينا 2X مربع ناقص واحد. المثال الثالث قال F لـ X يساوينا 2X ناقص واحد على X زائد واحد، والجي لـ X يساوينا X زائد واحد. رابعا قال F لـ X يساوينا جذر X ناقص واحد، وجي لـ X يساوينا واحد على X. ثم خامسا عندنا F لـ X يساوينا X مربع ناقص واحد، وجي لـ X يساوينا واحد على X. سادسا قال F لـ X يساوينا X مربع ناقص واحد، وجي لـ X يساوينا جذر X. ثم المثال السابع والأخير قال F لإكس يساوينا جذر إكس ناقص 2 وجي لإكس يساوينا القيمة المطلقة لإكس. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. إذا ننطلق أبنائي بالمثال الأول، حيث قال سؤال عين مجموعة تعريف الدوال F وجي ثم F دائرة جي أو ماذا، أو نقول جي تركيب F ثم جي دائرة F أو F تركيب جي في كل حالة. إذا ننطلق أولا بدي ماذا؟ دي اف يساوي، بما أن هذه الدالة هي دالة كثير حدود، فالمعروف على الدالة كثير حدود أنها معرفة على جميع أعداد الحقيقية اللي هي ار. أما ماذا؟ أما دي جي، بما أن هذه الدالة مقلوب فالمقام يختلف عن صفر، فالمقصد أنها هي ار نجمة. ار نجمة ما معناه؟ معناه ار ما عدا ماذا؟ ما عدا العدد صفر، لأنه يعدم لنا المقام. ثم نأتي الآن إلى دي لمن؟ لإف دائرة جي. ما المقصود بهذا؟ معناه جي في بطن الإف، جي في بطن الإف. فماذا تقول القاعدة؟ تصبح لنا تساوي لنا إكس بحيث إكس ينتمي إلى دي جي، وماذا؟ وجي لإكس ماذا؟ ينتمي إلى دي إف. هكذا تقول القاعدة، أرجوكم حتى تتعلموا. وهذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا X بحيث X ينتمي إلى دي جي، دي جي ما هي؟ هي R نجمة. وماذا؟ وجي لX اللي هي هذه واحد على X يكون ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة F اللي هي R. ركزوا هنا أرجوكم وانتبهوا. إذا عندنا حتى يكون واحد على X ينتمي إلى R، ما هو الشرط؟ يجب أن يكون المقام يختلف عن صفر، أرجوكم ينتبهوا. إذا حتى يكون لواحد على X معنى، يعني قيمه تأتينا تنتمي إلى R، يجب أن يكون X يختلف عن ماذا؟ عن صفر، حتى تفهموا الفكرة جيدا. فيصبح لنا D لمن؟ لـ F دائرة G يساوي لنا R نجمة. أرجو قد فهمتم الفكرة. إذا أرجو قد فهمتم، إذا قلت واحد على X حتى يكون ينتمي إلى R، يجب أن يكون X يختلف عن ماذا؟ يختلف عن صفر. ما معناه؟ معناه مجموعة تعريف تصبح هنا R نجمة. الآن نأتي الآن إلى الحالة الثانية، دي جي رون F أو F تركيب جي يساوي لنا ماذا؟ X بحيث X ينتمي إلى دي F، وماذا؟ و F لX تنتمي إلى ماذا؟ إلى دي جي. وهذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا إكس بحيث إكس ينتمي إلى ماذا؟ دي إف. ما هي الدي إف؟ الدي إف قلنا هي إر، يعني ينتمي إلى إر. والشرط الآخر أن إف لإكس تنتمي إلى دي جي. ما معناها؟ والدي جي ها هي أمامكم، معناه لا يأخذ الصفر، معناه اسمعوا جيدا، معناه F لX لا يساوي الصفر. هنا عليكم أن تنتبهوا، نقول F لX تنتمي إلى G، ما معناه؟ معناه أن F لX لا تساوي الصفر. قلت F لX لأن هنا كل الأعداد في G لها الصغر ما عدا الصفر، حتى نفهم جيدا. فهذه F لX تنتمي إلى G، المقصد أن F لX لا تساوي ماذا؟ لا تساوي الصفر. ومنه ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا X بحيث X ما زال ينتمي إلى R. والشرط الآخر أن F لX من هي؟ F لX اللي هي X
مربع زائد واحد لا يساوي الصفر، لأن قلنا اف لإكس لا يساوي الصفر، اف لإكس هي إكس مربع زائد واحد لا يساوي صفر، وهذا محقق دوما. لماذا؟ لأن إكس مربع موجب ونضيف له عدد واحد ماذا؟ موجب. إذا هذا مستحيل أن يساوي صفر مهما كان أي عدد ينتمي إلى R. فتصبح لنا مجموعة التعريف ما هي؟ فتصبح لنا دي جيرو اف يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ار. لماذا ار أبنائي؟ قلت وأعيد ار لأن هذا مستحيل يساوي صفر مهما كان اكس ينتمي إلى ار. منه مجموعة التعريف التركيب اللي هو جيرو اف هي ار، أما هنا ار نجمة، ونحن نعلم أن التركيب ليس عملية تبديلية لأن انظروا هنا مجموعة التعريف وانظروا هنا إلى مجموعة التعريف فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا المثال نتطرق الآن إلى ثانيا. عندنا f لx يساوي 4x مربع ناقص 3x و g لx يساوي 2x مربع ناقص 1. ننطلق الآن ب df. بما أن الدالة كثير حدود فإن مجموعة التعريف هي r، وكذلك dg بأن الدالة كثير حدود كذلك مجموعة التعريف هي r. نأتي الآن إلى مجموعة التعريف تركيب اللي هو df رون جي يساوينا هكذا x، بحيث x ينتمي إلى ماذا؟ إذا قلت بحيث x ينتمي إلى دي جي وماذا؟ و جي لx تنتمي إلى ماذا؟ إلى دي اف. فتصبح لنا ماذا تساوي؟ تساوي لنا x بحيث x ينتمي إلى الدي جي. ما هو الدي جي؟ اللي هو r، وماذا؟ وجي لإكس اللي هي كم؟ اللي هي 2 إكس مربع ناقص 1، تكون هذه كذلك تنتمي إلى R. الآن لو نلاحظ جيدا هذه مهما كان إكس ينتمي إلى R فإن هذه القيم تنتمي إلى R، فمباشرة أصبحنا دي إف دائرة جي ماذا تساوي لنا؟ R، وانتهت القضية. بعدها الآن نأتي الآن إلى دي جيرو إف يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا x بحيث x ينتمي إلى df وماذا؟ و f لx تنتمي إلى ماذا؟ إلى dg. ويساوي لنا ماذا؟ x بحيث x ينتمي df ما هي؟ هي r وماذا؟ و f لx اللي هي 4x مربع ناقص 3x تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى dg الذي هي r. وهذا يبقى دائما محقق، مهما كان x ينتمي إلى R فإن 4x مربع ناقص 3x تكون تنتمي إلى R، مما نستنتج أنه دي جيرو F ماذا تساوي أبنائي؟ تساوي لنا R، وانتهت القضية فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى ثالثا. عندنا كذلك F لx يساوي 2x ناقص 1 على x زائد 1 و g لx يساوي x زائد 1. ننطلق أولا ب df يساوي، ماذا تساوي لنا أبنائي؟ لو نلاحظ جيدا نقول x بحيث x ينتمي إلى R وماذا؟ والمقام يختلف عن صفر، معناه x زائد 1 لا يساوي ماذا؟ لا يساوي الصفر. معناه أصبح لنا df ماذا تساوي أبنائي؟ معناه ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا R R ما عدا ماذا؟ ما عدا القيمة التي تعدم لنا المقام إنها ناقص 1. إذن هنا مجموعة تعريف هذه الدالة هي R ما عدا القيمة التي تعدم لنا الناقص تعدم لنا المقام اللي هي X ناقص 1. أما DG بما أنها دالة كثير حدود أو دالة كذلك تآلفية، ما هي؟ إن مجموعة التعريف لدي هي R. ثم نأتي الآن إلى مجموعة التعريف مركب DF دائرة G أو F رون G يساوي لنا x بحيث x قلنا ينتمي دائما الى البنت، الى مجموعه تعريف البنت اللي هي دي جي وماذا؟ و جي لx تنتمي الى ماذا؟ الى دي اف. ويصبح يساوي لنا x بحيث x قلنا ينتمي الى دي جي، ينتمي الى دي جي معناه ينتمي الى r. وماذا؟ اسمعوا جيدا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة. وجي لإكس اللي هي إكس زائد واحد تنتمي، اسمعوا جيدا، إلى دي أف. ما هي دي أف؟ اللي هي آر ما عدا القيمة التي تعدم لنا المقام إنها ناقص واحد. هذا ماذا يعني أبنائي؟ يعني أنه هكذا إكس بحيث إكس ينتمي إلى قلنا إلى آر
والأمر الآخر أن إكس زائد واحد لا يساوي، هنا تقرأ معناه لا يساوي، معنى هذه القيمة لا تساوي القيمة ممنوعة في الدلاجة، معناه لا تساوي ناقص واحد. لهذا قلت انتبهوا، إكس زائد واحد ينتمي إلى دي جي، معناه ينتمي إلى آر مع عدد ناقص واحد، معناه هذا إكس زائد واحد لا يساوي، لأن القيمة الممنوعة من هي؟ هي ناقص واحد. ثم نأكيد سوف ننقل هذا إلى هنا، فماذا تصبح؟ تصبح لنا تساوي هكذا إكس، بحيث إكس ما زال ينتمي إلى آر، وماذا؟ والأمر الآخر أنه إكس لا يساوي ناقص اثنان. لماذا أبنائي؟ لأن لما ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا هكذا. لو نأتي الآن إلى هذا المعلم ونقول هكذا، اسمعوا جيدا، عندنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وعندنا المجال الآخر هو إكس لا يساوي مع عدا ماذا؟ الناقص اثنان. معناه لو نأتي إلى هنا ونضع هكذا، أو نضع، لاحظوا جيدا، ها هو، لكن عندنا قيمة ممنوعة، ما هي؟ ها هي أمكم، إذا قلنا ها هي القيمة من؟ القيمة اثنان. ماذا تصبح لنا مجموعة التعريف؟ هذا الأسود مع هذا الأحمر، أين القيم القيم التي تتقاطع فيها وتشترك؟ هي من ناقص ما لا نهاية إلى اثنان، ومن الاثنان إلى زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم. سبحان الله، دي ماذا؟ اف دائرة جي يساوي لنا ار ما عدا ماذا؟ ما عدا، عفوا، الناقص اثنان، أعذروني هنا، أعذروني هنا، الناقص اثنان ليس الاثنان، ما عدا الناقص اثنان. وإذا أردنا أن نضعها على شكل مجال نقول من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص اثنان اتحاد، من ناقص اثنان إلى زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم الفكرة. هذه إكس ما عدا الناقص اثنان، معناه كل الأعداد الحقيقية ما عدا الناقص اثنان، لأن هنا إكس ينتمي إلى R. هذه فيما يخص دي اف رونجي. الآن نأتي إلى دي جينو اف، كذلك بنفس الخطة، اسمعوا جيدا وانتبهوا معي. إذا فماذا نقول؟ نقول دي جيرون اف يساوي لنا اكس، بحيث اكس ينتمي الى دي اف، وماذا؟ وان اف لاكس تنتمي الى ماذا؟ الى دي جي. اسمعوا جيدا، الامر جد جد بسيط، ابنائي انتبهتم. تصبح لنا تساوي لنا هكذا اكس، بحيث اكس ينتمي الى دي اف، نحن الدي اف قلنا عندنا ها هي دي اف، إنها تنتمي إلى R ما عدا ماذا؟ ما عدا الناقص واحد، وماذا؟ وF لX. الF لX من هي؟ ها هي F لX. إذا قلت وF لX اللي هي 2X ناقص واحد على X زائد واحد، تكون تنتمي إلى DG التي هي تنتمي إلى R. إذا متى يكون لهذا الكسر معنى؟ يكون هذا الكسر له معنى إذا كان المقام يختلف عن ماذا؟ عن ناقص واحد. فتصبح لنا دي جيرو اف يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ار ما عدا القيمة التي تعدم لنا المقام، إنها الناقص واحد. أرجو قد فهمتم. إذا 2 اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد تكون قيمة، يعني تنتمي إلى ار، إذا كان مقامها يختلف عن ماذا؟ عن ناقص واحد، معناه R ما عدا ناقص واحد فقط. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى كذلك الجزء الرابع، قال F لـ X يساوي لنا جذر X ناقص واحد، و G لـ X يساوي لنا واحد على X. إذا ننطلق أولا ب DF تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا X، بحيث X ينتمي إلى R، وما بداخل الجذر اللي هو X ناقص واحد يجب أن يكون أكبر أو يساوي لنا الصفر. ننقل هذا إلى هنا، تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ X، بحيث X ينتمي إلى R، والأمر الآخر أن X يكون أكبر أو يساوي لنا واحد. لو نلاحظ جيدا إلى هذا الشيء، X أكبر أو يساوي لنا واحد، معناه تصبح لنا DF يساوي لنا ماذا؟ من الواحد إلى غاية الزائد من، معناه هذا الكلام X أكبر أو يساوي لنا واحد، يعني من الواحد إلى الزائد من. أما ماذا؟ أما دي جي بما أنها الدالة مقلوب فالمقام يختلف عن الصفر، فنقول تنتمي إلى، أو دي جي تساوي لنا آر نجمة، أو تساوي لنا آر ما عدا القيمة التي تعدم لنا المقام اللي هي آر ما عدا الصفر. ثم نأتي الآن إلى التركيب، نقول دي
ماذا؟ أفرانجي يساوي لنا نفس الشيء إكس بحيث إكس ينتمي إلى دي جي وجي لإكس ماذا؟ ينتمي إلى دي إف ويساوي لنا ماذا؟ إكس بحيث إكس ينتمي إلى الدي جي. ما هي الدي جي أبنائي؟ معناه ينتمي إلى آر نجمة. والأمر الآخر هو جي لإكس اللي هي واحد على إكس ينتمي إلى دي إف. ما معنى ينتمي إلى دي إف؟ معناه ينتمي من الواحد إلى المجال من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. أرجوكم انتبهوا، هكذا تستخرج مجموعة تعريف مركب دالتين. هذا الكلام ما معناه؟ معناه إكس ينتمي، إكس ينتمي في المجال من واحد إلى زائد ما لا نهاية. المقصد معناه هذه واحد على إكس لو نضعها هنا ماذا تصبح؟ تصبح واحد على إكس أكبر أو يساوي واحد. هذه تقرأ، هذه يا أبنائي أرجوكم، هذه واحد على إكس تنتمي من المجال من الواحد إلى الزائد من، المقصد هو إكس واحد على إكس أكبر أو يساوي واحد، يعني تنطلق من الواحد إلى الزائد من النهاية. بعدها ماذا تصبح لنا؟ تساوينا هكذا، تصبح لنا إكس بحيث إكس ينتمي إلى آر نجمة. والأمر الآخر هو ننقل وواحد على إكس أكبر أو يساوي لنا واحد. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن إكس بحيث إكس ينتمي إلى آر نجمة. والأمر الآخر ننقل هذا إلى هنا، أصبحنا واحد على إكس، إذا قلت واحد على إكس ناقص واحد أكبر أو يساوي لنا الصفر. ثم الآن ما علينا أبنائي إلا نأتي إلى واحد على إكس ناقص واحد، لو نساويه ماذا يساوينا؟ نوحد المقام، أصبحنا واحد ناقص إكس على ماذا؟ على إكس. نأتي الآن إلى جدول إشارة هذه القيمة، لهذا هنا في هذا المثال عليكم أن تنتبهوا قليلا. إذا نضع هكذا أبنائي وهكذا ونضع هكذا، لأن علي أن أبحث عن حل هذه المتراجعة. إذا عندنا هنا إكس ناقص ما لا نهاية، ثم عندنا الزائد ما لا نهاية، عندنا هذا واحد ناقص إكس، ركزوا جيدا. إذا واحد ناقص إكس أين ينعدم؟ ينعدم عند واحد، من هنا نفس ومن هنا عكس، عكس ماذا ونفس ماذا؟ إذا حتى تكون الأمور جد واضحة وحتى لا تخطيط عليكم الأمور أرجوكم انتبهوا أبنائي. إذا عندنا ماذا قلنا؟ قلنا واحد ناقص إكس أين ينعدم؟ ينعدم عند واحد، لأن واحد ناقص واحد صفر. نقول من هنا نفس ومن هنا عكس، عكس ماذا؟ عكس العدد هنا المضروب في الإكس، فتصبح لنا هكذا. ثم يكمل سيره هكذا. ثم عندنا الأمر الآخر، من هو المقام اللي هو إكس؟ أين ينعدم؟ ينعدم عند الصفر، فيصبح لنا هنا هكذا، ثم يضع هنا يصبح قيمة ممنوعة. ثم نقول من هنا نفس ومن هنا عكس، لكن هنا عابر سبيل، معناه تصبح لنا هكذا. ثم نأتي الآن لنكتب هنا واحد ناقص إكس على ماذا؟ على إكس. تبقى قضية حرب الإشارات، الزائد في الناقص يعطينا ناقص، والزائد في الزائد يعطينا زائد، والناقص في الزائد يعطي لنا ناقص. نحن المتراجعة عندنا لاحظوا على ماذا تبحث؟ هذه المتراجعة تبحث عن القيم الموجبة، يعني هذه إذا بحثنا عليها، لأن هذه قلت تبحث عن القيم الموجبة. ما هي القيم الموجبة أبنائي؟ القيم الموجبة تكون لنا من هذا المكان إلى هذا. لهذا ما عليكم إلى الانتباه معي جيدا كيف يمكن أن نستخرج مجموعة التعريف. أصبحنا دي ماذا؟ أفرون جي يساوينا هكذا إكس بحيث إكس ينتمي إلى آر نجمة. والأمر الآخر وإكس ينتمي من الصفر إلى غاية الواحد هكذا. لماذا أبنائي؟ لأنها هي أمامكم، إكس ينتمي إلى آر نجمة، والأمر الآخر أن واحد ناقص واحد على إكس ناقص واحد أكبر أو يساوي صفر. متى يكون أكبر أو يساوي صفر؟ معناه في هذا المكان هنا كما تلاحظون، يعني من الواحد إلى، من الصفر إلى الواحد. لو نأتي الآن إلى قضية هنا تقاطع المجالات، لو نضع هنا أو نقوم برسم معلم هكذا، عندنا الأول قال آر نجمة، لو قال آر نجمة معناه هكذا، ثم نأتي إلى هنا ونقول الصفر لا يوجد له صورة. اسمعوا جيدا، إذا الصفر ها هو أمامكم. ثم نأتي الآن إلى الأمر الآخر، من الصفر إلى الواحد، من الصفر إلى الواحد لو جئنا ووضعنا، عفوا نضع الألوان أفضل، تكون لنا من هنا إلى غاية، إلى غاية ماذا؟ إلى غاية
هنا. أين هو مجال التقاطع؟ مجال التقاطع أكيد يكون من الصفر إلى الواحد، لكن عند الصفر مفتوح وعند الواحد مغلق، لأن هنا أكبر أو يساوي، أكبر أو يساوي يكفينا أن المقام لا يساوي الصفر، أما البسط يمكن أن يساوي لنا الصفر، فنقول دي لمن لإف رون أن جي يساوينا من الصفر إلى الواحد. هكذا أبنائي، ها قد أنهينا الآن مع الحالة الأولى. بعد ما أنهينا الآن مع الحالة الأولى، نأتي الآن إلى الحالة الثانية. دي جي رون إف يساوينا ماذا؟ إكس، بحيث إكس ينتمي إلى دي إف، وماذا؟ وإف لإكس ينتمي إلى دي جي. هذا ماذا يعني أبنائي؟ أنه إكس بحيث إكس ينتمي إلى الدي إف. الدي إف ما هي؟ قلنا من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. والأمر الآخر أنه إف لإكس ماذا؟ ينتمي إلى إر نجمة، حتى تفهموا جيدا. هذا ماذا يعني؟ أنه دي جيرون إف يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا إكس بحيث إكس قلنا ينتمي من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. والأمر الآخر أن إف لإكس من هي؟ الإف لإكس التي هي جذر إكس ناقص واحد لا يساوي الصفر. هذه كلمة إف لإكس تنتمي إلى إر نجمة، تنتمي إلى إر نجمة معناه هذه العبارة كليا لا تساوي الصفر، هذه كلمة إر نجمة. بعدها يمكن أن نربع الطرفين. لما نربع الطرفين فأصبح لنا دي جيرون إف يساوي لنا إكس بحيث إكس ما زال ينتمي من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. وماذا؟ لما نربع الطرف أصبح لنا إكس ناقص واحد لا يساوي الصفر. لماذا؟ لأن لما نربع الجذر ماذا يحدث له؟ سوف يذهب. بعدها ماذا يحدث؟ ننقل هذا، لاحظوا جيدا، بعدها قلت ننقل هذا إلى هذا المكان. لما ننقله أصبح لنا دي جيرو إف يساوي لنا إكس بحيث إكس ينتمي من الواحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية. والأمر الآخر أنه إكس لا يساوي واحد. بعدها أبنائي نأتي الآن إلى قضية حرب المجالات أو تقاطع المجالات. عندنا من الواحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية المجال الأول، والمجال الثاني هو كل الأعداد ما عدا الواحد، يعني هكذا. اسمعوا جيدا، إذن عندنا المجال الأول يكون هكذا مغلق، وإذا قلت المجال الأول يكون مغلق، أما المجال الثاني نستثني فيه العدد ماذا؟ واحد. الآن من هذا وذاك ماذا تصبح؟ سبحانه دي جيرون إف يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا المجال من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية لكن مفتوح. لماذا؟ لأن من واحد إلى زائد ما مغلق، وهنا كل الأعداد ما عدا الواحد تقاطعهم يعطينا واحد إلى زائد ما لكن مفتوح. لماذا؟ لأن في هذا المكان نفي الواحد فأصبح مفتوح، ليس ينتمي إن الواحد، لاحظوا جيدا، من جهة ينتمي ونصف الآخر لا، حتى نفهم أن هذه مجموعة تعريف هذا التركيب فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا المثال سوف نتطرق إلى المثال الخامس. كذلك نأتي الآن إلى نقول دي إف بما أنها الدالة كثيرة حدود فيصبح لنا مجموعة تعريفها، إذا قلت إذا دي عفوا إذا قلت دي إف يساوي لنا إر. أما الدي جي بما أنها دالة مقلوبة فتصبح لنا إر نجمة. الآن بعدها نأتي الآن إلى التركيب. دي لمن؟ دي إف رون جي قلنا بنفس الخطة إكس بحيث إكس ينتمي إلى دي جي، وماذا؟ وجي لإكس ينتمي إلى ماذا؟ إلى دي إف، ويساوي لنا إكس بحيث إكس ينتمي إلى دي جي، معناه ينتمي، قلت إلى دي جي معناه ينتمي إلى إر نجمة. وماذا؟ وجي لإكس اللي هي واحد على إكس ينتمي إلى ماذا؟ إلى الدي إف التي هي إر. أرجو قد فهمتم. الآن لو نلاحظ جيدا، واحد على إكس حتى يكون له معنى في الرياضيات، معناه كل صور تعطي لنا ماذا؟ مهما كان هذا الإكس يعطي لنا قيم تنتمي إلى R، أكيد يجب أن يكون المقام يختلف عن صفر. تخيلوا لو هنا المقام أخذ صفر، واحد على صفر غير موجود يا أبنائي. إذن فماذا نقول؟ سبحانه دي من F رون جي يساوي لنا ماذا؟
يساوي لنا ار نجمع. لماذا؟ لأن واحد على إكس حتى يكون له معنى يجب أن يكون إكس ينتمي إلى R نجمة. بعدها نأتي الآن إلى D جيرون F. إذن جيرون F يساوي لنا بنفس الخطة X بحيث X ينتمي إلى D F. وماذا؟ و F لX يكون ينتمي إلى D G. بعدها ماذا يساوي لنا؟ لاحظوا يصبح لنا X بحيث X ينتمي إلى دي أف إكس ينتمي إلى R. وماذا؟ و F لX تنتمي إلى دي جي. ما معنى تنتمي إلى دي جي؟ معنى F لX لا تساوي لنا الصفر، لأن F لX لا تأخذ القيمة الممنوعة في الدي جي. إذن القيمة الممنوعة ما هي؟ معناه لا تساوي لنا الصفر، حتى تفهموا الفكرة جيدا. بعدها ماذا يصبح؟ تصبح لنا X بحيث X ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة F. وماذا؟ و X مربع ناقص واحد لا يساوي لنا الصفر. نحن نعلم أبنائي أن X مربع لا يساوي X، معنى هذا لما ننقله إلى هنا تصبح لنا X مربع لا يساوي واحد، معناه X لا يساوي ناقص واحد و X لا يساوي لنا واحد أو زائد واحد. معناه تصبح لنا مجموعة التعريف ما هي أبنائي؟ معناه كل الأعداد ما عدا الناقص واحد والواحد. لماذا؟ لاحظوا X مربع ناقص واحد لا يساوي صفر. أين ينعدم هذه القيمة؟ تنعدم عند الواحد وتنعدم عند الناقص واحد. فأنا تأتينا مباشرة لو نلاحظ جيدا أبنائي ونقوم برسم هذا المعلم البسيط، فوف تصبح لنا هكذا كل الأعداد لها صورة ما عدا ماذا؟ ما عدا الناقص واحد وذا والواحد. فأصبح لنا دي جيرون F ماذا يساوي أبنائي؟ يساوي لنا كل الأعداد الحقيقية ما عدا القيم التي تعدم لنا هذه القيمة، ما هي؟ إنها الناقص واحد والواحد فقط. أبنائي أرجو قد فهمتم مجموعة التعريف هذا المثال الخامس في كلا الحالتين. إذن مرة R نجمة والمرة الثانية هي R ما عدا الناقص واحد والواحد فقط. بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى المثال السادس. عندنا كذلك دي اف يساوي، بما ان دالة كثيرة حدود فيساوي لنا ار. اما ماذا؟ اما دي جي، بما ان هذه الدالة جذر فالدي جي من شروطها انها ماذا؟ لاحظوا جيدا، اذا قلنا دي جي معناه جذر، الجذر دائما ما بداخله، ما بداخل الجذر يجب ان يكون اكبر او يساوي لنا الصفر. اذا اكس اكبر او يساوي لنا الصفر، هذا ماذا يعني؟ اذا ما دائما في الدالة الجذرية ما بداخل الجذر يجب ان يكون اكبر او يساوي لنا صفر. معناه يصبح لنا من ماذا؟ يصبح لنا من الصفر الى الزائد ما لا نهاية. ارجو قد فهمتم. اذا مجموع التعريف هذه الدالة جي هو من الصفر الى الزائد ما لا نهاية. ناتي بعدها الى مجموع التركيب دي من اف رونجي يساوي لنا بنفس الخطة اكس بحيث اكس ينتمي الى دي جي وجي لإكس تنتمي إلى دي اف، وتساوي لنا هكذا إكس بحيث إكس ينتمي من المجال دي جي اللي هو من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. وماذا؟ ولاحظوا جيدا، وجذر إكس يكون ينتمي إلى ماذا؟ إلى مجموعة تعريف الدالة اف التي هي ماذا؟ ار. حتى يكون جذر إكس له معنى، يعني كل قيم تؤول إلى R، ما هو الشرط؟ الشرط يجب أن يكون ما بداخل الجذر، ما بداخل الجذر كيف هو؟ موجب. إذا ماذا تصبح؟ إذا حتى هذا يكون له معنى يجب أن يكون X ينتمي إلى من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. فأصبح هنا D F دائرة G يساوي لنا من الصفر إلى زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم. إذا جذر X حتى يكون له معنى يجب أن يكون X ما بداخل الجذر موجب. ناتي الآن إلى الحالة الثانية لما نعكس دي جيرون اف يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا اكس بحيث اكس ينتمي إلى دي اف. وماذا؟ و اف لإكس تنتمي إلى ماذا؟ إلى دي جي. فيصبح لنا يساوي لنا اكس بحيث اكس ينتمي إلى دي اف، معنى اكس ينتمي إلى ار. وماذا؟ و اف لإكس، اف لإكس اللي هي إكس مربع ناقص واحد، اسمعوا جيدا،
تنتمي من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، أرجوكم انتبهوا. إذن هذه قلت و x مربع ناقص واحد تكون تنتمي، هذا العدد يكون ينتمي إلى هذا المجال. ما معناه؟ معناه x مربع ناقص واحد يجب أن يكون قيم موجبة، لأن من الصفر إلى زائد ما هي؟ هي القيم الموجبة. لهذا أرجوكم انتبهوا. معناه تصبح أنها تساوي لنا هكذا x، بحيث x ينتمي إلى R، وماذا؟ و x مربع ناقص واحد يجب أن يكون أكبر أو يساوي لنا الصفر. هذا هو المقصد، أن x مربع ناقص واحد تنتمي إلى دي جي. الدي جي ما هو؟ هو القيم الموجبة. معناه تكون x مربع ناقص واحد قيمة موجبة، معناه x مربع ناقص واحد أكبر أو يساوي لنا الصفر. لو نأتي الآن أبنائي ونضع هكذا جدول بسيط لحل هذه، اللي هي من x مربع ناقص واحد. أكيد x مربع ناقص واحد تنعدم لنا عند الواحد والناقص واحد، هذا هو المعروف. هكذا وهكذا نقول هنا خارج مجال الجذرين نفس، وهنا داخل مجال الجذرين عكس. إذن ما نحن ماذا نبحث؟ نبحث عن القيم التي تكون فيها ماذا؟ هذه المتراجحة موجبة، قيمها موجبة. فأكيد يكون لنا الجواب من هنا إلى هنا، ويكون لنا الجواب من هنا إلى هنا. فتصبحنا تساوي لنا ماذا؟ اسمعوا جيدا، تصبح لنا هكذا x، بحيث x ينتمي إلى R، وماذا؟ و x ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. بعدها تصبح لنا دي جيرو ماذا؟ جيرو جيرو اف يساوي لنا هذا المجال تقاطع R، أكيد يعطينا نفسه. تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم الفكرة. إذا لما نقول أن f لx تنتمي إلى دي جي، معناه كأنما هذه f لx تصبح لكم تحت الجذر. معناه x مربع ناقص واحد تحت الجذر، ما معناه؟ معناه ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يساوي صفر. نحل هذه المتراجحة البسيطة، بعدها نعطي جدول الإشارة الخاص بذلك حتى تفهموا الفكرة أبنائي. هل يقول أحدكم نضع هذه في ورقة الإجابة؟ نعم، يمكن وضع ورق في ورقة الإجابة حتى تفهموا الفكرة جيدا في هذه الحالة فقط أبنائي. بعد أن أنهينا مع هذا المثال، سوف نتطرق الآن إلى المثال السابع. إذن حيث قال كذلك عندنا هذه، إذن عندنا أولا إذن حيث قلنا أن دي اف يساوي، بما أن هذه ما بداخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، معناه نقول هكذا x، بحيث x هو عدد حقيقي وما بداخل الجذر اللي هو x ناقص واحد x ناقص 2 أكبر أو يساوي لنا الصفر. يصبح يساوي لنا x، بحيث x ينتمي إلى R، وماذا؟ وننقل هذا إلى هنا هكذا إلى هنا، فيصبح لنا x أكبر أو يساوي لنا الاثنان. إذن هذا مع هذا ماذا يعطي لنا؟ ومن يصبح لنا df يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا لو نأتي هذا المجال تقاطع الR، أكيد سوف يعطي لنا من ماذا؟ من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. أما dg، بما أن هذه الدالة هي دالة القيمة المطلقة، فدالة القيمة المطلقة معرفة على R حتى تفهموا جيدا. لماذا الكثير يرى قيمة مطلقة يخاف؟ لا، مهما وضعنا أي عدد هنا يوجد له الصورة بهذه الدالة. بعدها نأتي الآن إلى التركيب دي افرون جي يساوي، بنفس الخطة أبنائي نطبق على القاعدة x، بحيث x ينتمي إلى دي جي، وجي لx ينتمي إلى دي اف، ويصبح لنا يساوي لنا x ينتمي إلى الدي جي اللي هو R، وماذا؟ وجي لx التي هي القيمة المطلقة التي هي قلنا القيمة المطلقة لx تنتمي، اسمعوا جيدا، تنتمي إلى المجال من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية. وهنا أرجوكم انتبهوا، معناه تصبح لنا تساوي لنا هكذا x، بحيث x قلت بحيث x ينتمي إلى R، وماذا؟ والقيمة المطلقة لx أكبر أو تساوي لنا الاثنان، هذه التي عليكم أن تفهموها. كلمة القيمة المطلقة لx تنتمي إلى هذا المجال، ما معناه؟ معناه القيمة المطلقة لx أكبر أو تساوي، يعني تنطلق من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. لكن سوف أذكركم بشيء درستموه في السنة الأولى، أن القيمة المطلقة لx أكبر أو تساوي لنا A مع A قيمة موجبة، هذا يعني أن x ينتمي
من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أ اتحاد من الأ إلى زائد ما لا نهاية. هذه الأمور درست وأعيد درست في السنة الأولى أرجوكم. إذا هذا ماذا يعني؟ يعني دي أفرون جي يساوينا ماذا؟ يساوينا من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص 2 اتحاد من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية طبقا لما كتبته باللون الأزرق أبنائي. أرجو قد فهمتم الفكرة. الآن هذه فيما يخص الحالة الأولى. نأتي الآن لقلب الشيء. نأتي الآن إذن هذه مجموعة تعريف لمن لأف دائرة جي. ثم نأتي الآن دي جي دائرة أف. قلنا قلت جي دائرة أف يصبح لنا يساوينا إكس بحيث إكس ينتمي إلى دي أف و أف لإكس ماذا تنتمي إلى دي جي. يصبح لنا يساوينا إكس بحيث إكس ينتمي إلى الدي أف. ركزوا جيدا. إذا قلت ينتمي لنا إلى الدي أف التي هو من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية وماذا؟ واسمعوا جيدا، وجذر إكس ناقص 2 ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة جي. ما هي مجموعة تعريف الدالة جي؟ التي هي R. إذن حتى يكون لجذر إكس ناقص 2 معنى يعني ينتمي إلى R، ماذا يجب؟ يجب أن يكون ما بداخل الجذر موجب، وإذا تصبح لنا مجموعة التعريف هي هذا، لأن إكس ناقص 2 حتى يكون له معنى، ما معناه؟ يكون له قيم يقبلها العقل أو تقبلها الرياضيات، يجب أن يكون ما بداخل الجذر أكبر من أكبر أو يساوي صفر، مما يعطينا أنه هي نفسها دي إف. تصبح لنا دي جيرو إف حتى يكون موجودة، يجب أن يكون الإكس ينتمي من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم الفكرة. إذا حتى يكون إكس ناقص 2 ينتمي إلى R، ماذا؟ يجب أن يكون ما بداخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، معناه إكس ينتمي من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.